صباح الخير عرين سواعد، يعني بداية عرفينا عن نفسك أكثر. أنا اسمي عرين سواعد، عمري 19 سنة، بشتغل كمندوبة خدمة في موفيت بانجو اللي هي بتخص كل طريقة الدفع الجديدة في المواصلات العامة في الدولة. احنا عم نحكي عن تطبيق موفيت عشان الناس تعرف أكثر، شو الخدمة اللي بيعطيها هذا التطبيق؟ أول إشي موفيت بخدم حوالي ملايين الأشخاص من كل الدول المختلفة، عنا هون بإسرائيل خصوصاً. موفيت هو عبارة عن تطبيق اللي هو فيه كل إشي، بنقدر نعرف وين البساطة بتيجي بالوقت المحدد، بيعطينا كمان من وين بالضبط، من أي محطة إحنا مفروض فينا نطلع، مع رقم المحطة عشان في حال إذا بدنا نعرف في أي اتجاه بالضبط. كمان بيوفر خدمة كاربول، وكمان اللي هي اكثر متواجده في المركز اكثر من هون. كمان في عندنا خدمه جيت تاكسي اللي هي لكل خدمه التكاسي. كمان في عندنا في تل ابيب اكثر شيء منتشر الكوركينات اللي هو السكوتر اللي على كهرباء، كمان متوفر خدمه في موفيت. اكثر شيء احنا بنستعملها ومعروفه حوالينا للبساط، القطارات الموجودين في منطقه القدس، كمان للقطار الخفيف موفيت. فيها كمان تقدر تعرف اذا بدك توصل لمحل ومش عارف بالضبط كيف او قديش وقت، وانت لازم تطلع وانت مفضل تطلع، كل هالاشياء موجوده. والاشي اللي نضاف جديد على موفيت اللي خلاها اسهل واسهل وخلانا نقول عنها تطبيق كل اشي في محل واحد هو الدفع. صار بينفع كمان ندفع لكل انواع المواصلات الموجوده في الدوله بواسطه موفيت. يعني هي خدمه كثير كثير ممتازه، خاصه في الظروف اللي عم نعيشها مع الكورونا، انه انت بتقدر تدفع عن طريق التطبيق. صح، تقدر تدفع عن طريق التطبيق. الاشي كمان المنيح بالتطبيق، بالدفع عن طريق التطبيق، انه انت مش لازم تقعد تحسب اذا انا لازم اخذ اللي احنا بنقول له في يومي، او شو بدي اعبي الكرت تبع الكرت اللي احنا متعودين عليه، كرت السفر اللي هو الراف كاب. مش لازم انت تقعد تفكر انا شو لازم ادفع هون، شو لازم احط بالكرت هون. انت بس تطلع على الباص بتعمل تدقيق مسح لليوم، في صار لزقات اللي هي في بقلبها كود كيو ار في كل الباصات وكمان في القطارات، انت بس بتعمله وبتعطي موافقة للإشي. الجباية بتكون على كرت الفيزا اللي انت بتحطه اول ما تسجل، التسجيل كثير هوية، وبتدفع حسب شو انت عملت. يعني اذا كان عندنا كمان فترة الاعياد، كمان احنا اسا من اغلاق لاغلاق، اذا انا رحت يوم يومين في كل الشهر بكون بس على هذول اللي مشيتهم، على اللي دفعتهم. نعم عارين، يعني كيف فهمت انت بعد شوي ان شاء الله راح تبدي تعليم اكاديمي. خلينا نحكي عن الموفيت. اذا اسا انت موجوده بشفا عمر وبدك تنزلي على التخنيون في حيفا، بدك تتعلمي بالتخنيون، صح؟ صح، ان شاء الله. كيف يعني عشان الناس تفهم اكثر، انت بتفوتي على تطبيق موفيت بتكتبي التخنيون؟ صح، انا بفوت بروح على المحطه اللي انا بدي اتوجه منها. نعم، بتوقفي على المحطه. انا بحط بالموفيت، انا ما بعرفش، كمان ممكن اكون ما اعرفش المحطه، فبحط انه انا بدي اوصل على التخنيون. الموفيت بيعطيني انه روحي على المحل كذا، بيوجهك على محطه الباص، بيوجهني على المحطه وبقول لي الباص اي رقم، وكمان لاي شركه تابع، ده هو اللي انت ده اكسبريس او ايجد او بستنى الباص عشان كمان يكون اسهل اميزه لما يجي. بيقول لك اي ساعه كمان بده يجي، بيقول لي اي ساعه وقديش بعد له كمان وقت، 3 دقائق، 4 دقائق ممكن. فبس بس اطلع على الباص انا بدفع من شفا عمر للتخنيون حسب طريقه الدفع في التطبيقات. هي 6 شكل اللي هو للشخص العادي اللي يعني بدون تخفيضات، بس لانه انا ان شاء الله راح اكون ستودنت اللي هو طالب اكاديمي، فبيكون 33% تخفيض، اللي هي 4 شكل للاتجاه الواحد، 8 شكل للاتجاه. يعني التطبيق كمان بعطيك اذا عندك تخفيض هاي الاستحقاق، باخذ استحقاقات من التامين الوطني، العجزي، القاصر تحت 18 سنه، كمان كل انواع التخفيضات المتعارف عليها في الدوله. بس انت بتحط ملفات معينه صغيره مطلوبه منك، زي رقم الهويه، زي موافقه التعليم تاعك، او اذا كان معك كرت اللي هو بدل على انك ذوي احتياجات خاصه، بخطوتين وبتاخذ التخفيض اللي انت لازم تاخذه. عارين، يعني بالاخير شابه في مختبر العمر، بدي تعليم كمان شوي نرجع منقول، وعم تشتغلي هون في
الموفيت، شو الكلمة اللي ممكن توجهها للشباب للشابات اللي بتعلموا للناس بشكل عام حول هذا التطبيق؟ أول إشي أنا قبل ما أبلش أشتغل بموفيت كنت أستعمل التطبيق زي أي حدا، وبس بلشت أشتغل فيه أكثر وأكثر صراحة لما كنتش أشتغل بموفيت بانجو نفسها ما كنتش رح يمكن أتجرأ وأدفع بالتطبيق، لأنه بشكل عام الناس بتخاف من الإشي الجديد، إنه ممكن يأخذوا مني مصاري أكثر، ممكن يضحكوا علي، ممكن ما أعرفش أستعملها، بديش بعرفش كل هاي الشغلات اللي إحنا منحطها، وخصوصا في مجتمعنا العربي دائما إحنا حتى المواصلات العامة منقول بديش أتشحشط بديش أستعملها أصلا. بس لما بلشت أشتغل هون شفت إنه الإشي عن جد هوين وعن جد ممكن يساعدني، ممكن يخفف عني كمان، خصوصا للناس اللي بتكون بالشغل بيصير معها ظرف بدها تروح بدها إشي، فمش مشكلة إنه أهون إشي ممكن يكون إنه تستعمل موبيت. أنت بس بتفتح تلفونك اللي هو معك دائما، مفيش حاجة حتى يكون بدك تدبر كارت ترافيك من حدا أو إشي، تلفونك معك دائما، بتفتح التلفون كبسة الثاني انت بتكمل سفريتك هيك براس هادي تعنقول. فاي حدا بده يبلش يتعلم او ممكن يستعمل المواصلات العامه مش ضروري يوميا، بنصحه يجرب وتكون عنده الموفيت، حتى لو يعني مش فيش عندهم سفريات في يوم يوم، اشي كثير مريح كثير هوين. وكمان احنا موجودين هون في عنا اللي هو مندوبين خدمة اللي دايما موجودين دايما بيساعدوا، بنرد كمان في العربي، في عنا خدمة بالعبراني وبالانجليزي، ممكن نرد على اي سؤال بيكون او حدا مستصعب بنساعده وبنضل معاه على الخط لحد ما يوصل لمرحلة اللي هي اشور نسعى وسفرية بتكون مريحة. نعم غارين سواعد، شكرا جزيلا على هذا اللقاء وعلى هاي المعلومات المهمة والقيمة.